السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته خوتي، مرحبا بكم في فيديو جديد. اليوم غنشوفوا احسن الاماكن اللي يمكن تمشي ليها في الرشيديه والنواحي ديالها، سواء كنت جاي من طريق مكناس او طريق مراكش واكادير. وبطبيعه الحال ما غنهضرش على كل شيء، والباقي خليه لكم انتم تكتشفوا راسكم. نبداو. خوتي، بزاف ديال الناس كيجيو لمنطقه الرشيديه وكيفلتوا بزاف ديال الحوايج زوينين ما كيشوفوهمش، واللي حتى بزاف ديال الناس ديال الرشيديه والنواحي ديالها ما عارفينهاش. بلا ما نطول عليكم، ملي تجي من طريق مكناس وصلتي لميدلت، مرحبا بكم، راكم فعليا دخلتوا للرشيديه. تفوت ميدلت في 7 كيلومتر، اي على بعد 7 دقائق تقريبا حسب السرعه ديالك. رد البال من براج الجندرم وقلم مزيان وراقك، ما نسيتش شي ورقه، راه ما كيتعتقوش. وملي تفوت ميدلت ب 18 كيلومتر تقريبا، غتبدا فعليا في معارضات ديال تيزن الغمط الخطيره، اللي صراحه انا كنستمتع بها بزاف وكتعجبني. و 14 كيلومتر من معرجة تيزن الغمط غتلقى زبزات، ردوا البال، راه كاين واحد البراج فيكس، واحترموا السرعة القانونية. وملي توصل للريش كمل طريقك لحمات مولاي هاشم، منها ترتاح شوية وما فيها باس تعمر لك واحد قريعة د الماء، راه الماء ديال هاد العين هادي مزيان الكلاوي ومذاقو شوية مر، ولكن راه مزيان للصحة ديالنا. خوتي، ماشي بعيد على حمات مولاي هاشم، كاينين قدامك حمات مولاي علي الشريف الاستشفائية اللي ما بعيداش بزاف على الريش. هنا سكت لي الموتور شوية وهبط ضوي راسك. هاد البلاصة خوتي عبارة سبحان الله العظيم عن مجموعة من العيون اللي كيخرج منها ماء ساخن جدا جدا طايب من عند الله، هو دواء فعال للناس اللي كيعانوا من الروماتيزم والتهاب المفاصل، بوزلهم البرد وامراض كثيرة. وهذه بلاصة كيجيو لها الناس بزاف وكيجيو لها من جميع مدن المغرب. وكاينة عين وسط الواد بالمجال للنساء والرجال بالتناوب، وكاينة عين مسقفة بروفيسيونيل راه الدخل وهي أحسن طبيعة الحال. وكمل طريقك نحو الرشيدية مباشرة بعد حمام مولاي علي الشريف، تقريبا بواحد نص كيلومتر غتلقى قدامك غار زعبل أو عتبة الفقر، صور بالخف ودوز حيد بالك، حيت صعيب تلقى فين توقف. وملي تفوت غار زعبل ردوا البلايل بلايك، تلقى 60، احترموا قانون السير، ما تفوتوش بلايك 60، ولا يرحبوا بك الجندرم الرشيدية بشي بروسي 5-5. قبل الرشيدية بشوية غتلقى سد حسن الداخل، اللي هو بلاصة زوينة بزاف ممكن ترتاح فيها، وكيتهافتوا عليها عشاق الصيد الرياضي والصيد القصبة. هنا كاينين بزاف الأنواع ديال الحوت، لكن لاكارب، كاين البلاك باس، كاين البيش، كاين الباربو، كاين الكاربون إلى آخره. ملي توصل للرشيدية ما فيها باس، دوز عند العتميري، ضرب لك واحد نص خبزة ديال المعقودة، وخود لك شي اوتيل ترتاح، راه تكون ضربت طريق طويلة بزاف. ملي تكون في الرشيدية هنا كتكون وصلتي مفارق طرق، طريق كتدي لتنجداد وكلميمة وتنغير تديك تاورزازات، وكاينة طريق أخرى اللي غنمشيو فيها هي ديال الرصاني رفود مرزوقة. في اتجاه رفود ملي تفوت الرشيدية بشي كيلومتر قليلة غتلقى قدامكم الهضرة ديال ولد شاكر. ما تهبطش رمع اليمن وقف لي الموتور وتمنظر ليا في اجمل مناظر الوحدية في ليلت. صراحة هاد البلاصة واعرة بزاف، غتنسيك في العيا ديال الطريق، وكاينين شلا حوايج فيها، وفي هاد الخيمة هادي المطلعة على ولاد شاكر ممكن تاخد تذكار زوين وبثمن زوين وتخلي عندك تذكار، وغادي ديما يبقى يفكرك في هاد البلاصه هادي.
وما تنساش تاخذ ديك الدكاده تي زوينه على حقها وطريقها وتشربها وانت كتطلع على هذا المنظر الجميل جدا والخلاب. طريق الأرفود مرورا بأفوس ومجموعة من الدواوير عامرة بأشجار النخيل اللي غتمسك في منظر ديال المدينة، وهذه واحد من أطول الطرق في العالم اللي محيطة بأشجار النخيل. قبل أرفود كاينين بزاف ديال لوبيرجات ولوطيلات من نوع آخر غتمسك في لوطيلات ديال المدينة، داكشي هارب وواعر بزاف وعلاقة تجيبك. واللي كنت عجب ليه بزاف هو أن السياح الأجانب اللي كيجيو لهاد البلايص هادو كيفوتوا مئات المرات عدد السياح المغاربة اللي كيجيو هنايا. هادشي كنشوفو غير في الأفلام. وملي توصل للأرفود إلا جيتي في الصيف طبعا غتحس بلي راك بعيد على الشمس غير بعشرين سنتيمتر، حيت هنايا الصهد من نوع آخر. وكيف تيقولوا الناس در الرشيدية وأرفود النواحي شو مشين دا، يعني صهد خايب بزاف. وما تنساوش تجيو لأرفود في الوقت اللي تيكون فيه معرض التمور، هنا تيكون فيه مهرجان وتيكون فيه بزاف ديال الحوايج خصكم تشوفوهم. خوتي ملي تفوت أرفود بحداش كيلومتر علي من غتلقاو متحف طاهري للمستحدثات والحفريات اللي غنوقف فيه دابا حاليا، وفيه غتلقاو هياكل عملاقة ديال الديناصورات وأراك التصاور، وغتلقاو فيه حيوانات انقرضت منذ ملايين السنين. خوتي خواتاتي، هذا المتحف عبارة عن قصة كتحكي تاريخ المغرب منذ ملايين السنين والكائنات اللي عاشت فوق الأرض ديالنا، ويقدر هذا المتحف يعاون بزاف ديال الطلبة الباحثين في هذا المجال. مجموعة من الأقسام اللي كتكون أحجار كريمة ونيازيك منحوتات وأقسام أخرى فيها مستحدثات فيها الرخام من مختلف الأشكال، واللي ممكن تحطوها كديكور رائع ورائع جدا في الدار ديالكم، وحوايج أخرى خليكم نتوما تكتشفوهم بعدكم. تم الدخول طبيعة الحال في متناول الجميع، والناس اللي خدمين هنايا ظريفين بزاف وبزاف. هنا فيه ألعاب للدراري الصغار، وفيه أيضا ملعب كرة القدم بعشب اصطناعي وخيام فين ترتاحوا، فيه جو رائع جدا. ملي توصل خوتي دريساني وقف ترتاح لك شويه وخذ لك واحد من الدفون الفيداليه اللي غتمسك في بيتزا طاليان، مذاقها يا سلام، والثمن ديالها كيتراوح ما بين 80 حتى 120 درهم وتستاهل اكثر. ونصيحه، الا بغيتي تاخذ من الدفونه الفيداليه خذها بلا لوز، حيت الا خديتيها واللوز مر غادي يخسر لك المذاق ديالها، وغتعيش اول تجربه كتذوق فيها المدفونه الفيداليه بشكل كارثي. الا كان اللوز زوين ديك الساعه ديروا فيها وتبرع لك بالمدفونه الفيداليه. كليتي مدفونه ما حدك مازال في الريصاني، ونوض تحرك ليا شويه وخطوي كرشك وضرب ليا واحد الدوره في داري حمولي علي الشريف اللي صراحه زوين وفيه ما يتشاف. هنا كمل طريقك المرزوقه، وبلا ما نعود ليك ايها سيدي انا كندوي على الجبل ديال الرمل، واراك الدفين في الرمله، واللي بغى يداوي راسو من البرد والتهاب مفاصل وروماتيزم وبزاف د الحوايج. وما تنساش تحضر طلوع وغروب الشمس وسط الرمال وضرب لك شي دوره بالجمال، عطاه الله ميدار صراحه في المرزوقه. خليكم تكتشفوا بوحدكم، ونصيحه
اول حاجه ديرها ملي تدخل مرزوقه كري شي دار ترتاح فيها، ما فيها الدور خاص بزاف والثمن ثمن بسيط، وسول على شي بلاصه فيها رمل نقيه. وما تنساوش الى عندكم شي فلوس ما تخسروا، كاينين خيام وسط الرمال والصحراء دوزوا فيهم ليله كامله. يا سلام، ولا في احلام داكشي الخيال بلا ما نعاود لك. هنا كيسالي الفيديو ديالنا خوتي، الى عجبكم الفيديو ما تنساوش توركوا على زر لايك وسبسكرايب، والى ما عجبكمش هذا الفيديو هذا خلي لي شي كومونتير وعطيني الراي ديالك. نتلقاو في الفيديو الجاي، تهلاو.